فاستمعوا إلى وصف لأحد هؤلاء الملائكة، واحد فقط من ملائكة عرش الله عز وجل. ورد في حديث جابر عند أبي داود والطبراني وصححه الشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث في صفة ملك من ملائكة عرش الرحمن، رجلاه، تخيل معي المنظر، رجلاه في الأرض السفلى وفوق قرنه عرش الله، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام، هذه هي المسافة التي بين شحمة أذن ذلك الملك وبين عاتقه، يعني المسافة بين شحمة أذنه إلى عاتقه أطول مما بين الأرض والسماء الدنيا. واحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي يدل على عظمة هذا المخلوق وهو العرش، تلك المقارنة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين السماوات السبع وبين الكرسي وبين عرش الله جل وعلا. السماوات السبع التي سمعنا شيئا من وصفها، وأن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، بل روي أن كثف وسمك كل سماء، يعني ما بين طرفها إلى طرف السماء الواحدة، مسيرة 500 عام. هذه السماوات السبع على ضخامتها ماذا قال الله فيها؟ قال ربنا عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي هو موضع قدمي ربنا جل وعلا وسع كل هذه السماوات وأضف عليها الأراضين أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان هذه المقارنة بين هذه الثلاثة أشياء: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. حلقة صغيرة رميت في صحراء، فكأن السماوات السبع في حجمها مقارنة بالكرسي كهذه الحلقة الصغيرة مقارنة بتلك الصحراء العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي، أي حجم العرش بالنسبة للكرسي، كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. لا إله إلا الله، سبحان الله، ما أعظم الله. إذا كانت هذه هي مخلوقاته فكيف ستكون ذاته العلية؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وربنا جل جلاله فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. يقول الله جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.